السلام عليكم، أنا الدكتور أسامة الدمشيتي. معكم هنتكلم النهاردة عن مشكلة مهمة جدا، مشاكل الثدي. طبعا كل الناس دلوقتي بتفكر إحنا عندنا حد قريبنا موجودة حصل عندهم ورم في الثدي، هل في الحالة دي إحنا غالبا هيحصل لنا ورم في الثدي ولا لأ؟ في حد قريبي ده يفرق معايا، هل هو من الدرجة الأولى ولا هو قريب من بعيد؟ هيفرق معانا هل هو آلام الثدي دي من الحاجات اللي ممكن تكون ليها أهمية ولا لأ؟ طب إزاي الفحص الذاتي؟ إزاي أعمل فحص بنفسي وأطمن إن في أورام موجودة في الثدي ولا لأ؟ هو طبعاً أورام الثدي من الحاجات المنتشرة جداً، تعتبر تقريباً من أكتر نسب حدوث الأورام في الوقت الحالي. أورام الثدي ليها عامل وراثي موجود، العامل الوراثي ده احنا بنطمن الناس ما يزيد 5-10%، لكن في أوقات معينة بنبقى عارفين العامل الوراثي ده ممكن يكون نسبته أعلى من كده أو ممكن بيقلقنا شوية. فبقى على سبيل المثال لو كان مثلا الخالة أو الأم أو العمة كان جالها ورم في الثدي، كان جالها مثلا في سن وهي 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، هل هو ده يفرق عن واحدة عندها عمتها جالها ورم في الثدي عندها 70 سنة ولا لأ؟ طبعا ده ممكن فعلا يفرق. كل ما كان الورم جاي في سن مبكر قبل سن 40 سنة، كل ما كان في الورم موجود في الجهتين، لو كان موجود في الجهتين مع بعض، ولو كان جاي في أحد الرجال في العيلة. ورم الثدي برضه من الحاجات ممكن تحصل في الرجال، ولما تحصل في الرجال بيبقى العامل الوراثي بيخافنا يبقى نسبته أعلى بكتير، ممكن تبقى موجودة. عشان كده برضه الحاجات دي كلها بتدي دلالة على إن موضوع الفحص الذاتي، إزاي نعمل فحص ذاتي أو إزاي نكتشفه ده. هنبدأ أول نقطة معانا، إزاي نعمل الفحص الذاتي للثدي. الفحص الذاتي للثدي عشان نعمله طبعا إحنا عندنا الثدي إحنا بنقسمه بالمنظر ده زي 4 أجزاء زي رغيف العيش بالظبط. بنقسم كل جزء فيه ربع من الثدي، بنبدأ نعمل فحص. الفحص نعمله ازاي؟ الفحص بنعمله ببطن الايد. كتير جدا من الناس لما بيقولنا في العيادة دكتور الحقني جاي بتعيط، انا عندي فيه كتلة، عندي ورم في صدري، وكان عندي قريبتي عندها ورم في الثدي، فانا كده عندي ورم. كتير جدا من الكتل اللي بيجي المريض بيجي يشتكي منها في الثدي اساسا هي اصلا مش كتل، هي عبارة عن شوية تليفات في الثدي او الغدد محسوسة شوية في فترة قبل البريود. علشان كده الفحص السليم ما ينفعش تروح تعمل فحص سليم بالاطراف الاصابع تلاقيها جاية ضغطة، انا بمسك بطف الصوابع انا بضغط بصبعي بلاقي فيه حتة مكلكعة موجودة. لا طبعا، الفحص السليم عشان نعمل فحص ذاتي حضرتك تفحص نفسك في البيت لازم نكون بطن الثلاث صوابع بطن الايد، ولازم نضغط بها قدام حاجة صلبة علشان نحس في كتلة موجودة ولا لا. لازم نعمل بها ضغط على جدار الصدر قدام الضروع عشان هي حاجة صلبة ناشفة فنقدر نحس اي كتلة موجودة. لما بنحس طبعا مش بنحس اللي هي ان الثدي عبارة عن كتل فيها شوية حبوب محسوسة محببة بس مش اكتر من كده، دي معناها ان دي تليفات، دي مش كتل اورام ولا حاجة. وهنشرح ازاي يعني ايه تليفات. الاول طبعا احنا قلنا بنفحص ببطن الايد، لازم تكون ايدنا كلها مفرودة، ما ينفعش اتكب ايدي امسك اقعد اضغط باطراف الصوابع الثدي او امسك بين طرف الصوابع امسك الثدي. لما تمسك الثدي بالطريقة دي غالبا انت بتمسك الغدد اللبنية بتاع الثدي، فطبعا ده اي كلام يعني. عشان كده 85% من كتل الثدي الستات بتشتكي منها هي اصلا مش ورم وملهاش اي علاقة بالاورام خالص. عشان كده احنا بنقول الاول بنقسم الثدي معانا الاربع اجزاء زي رغيف العيش بالظبط، يبقى في المربع الاولاني، المربع الثاني، المربع الثالث، المربع الرابع. كل جزء من الاجزاء اللي موجوده دي بنبدا نقعد نحسها ببطن الايد عشان نحس الجزء اللي موجود جزء جزء موجود. الجزء الخامس عشان ما ننساش طبعا المنطقه بتاع الحلمه والهاله السمراء، دي من المناطق اللي احيانا بيبقى موجود فيها اورام او تكتلات موجوده. عشان كده لازم نفحص المنطقه الخامسه، المنطقه المركزيه اللي هي منطقه الهاله والحلمه. دول 5 أماكن. أهم جزء تاني في الفحص اللي احنا لازم دايما ما ننساهوش هي منطقة الغدد اللي تحت الأبيض. الغدد اللي تحت الأبيض دي دايما احنا بنسميها ديل السمكة. ديل السمكة يعني ايه؟ يعني أول ما يحصل أي التهابات موجودة في الثدي أو يحصل أي أورام موجودة في الثدي أول حاجة بتسمع فيها على طول تحت الأبيض قبل ما الالتهاب يخش على الجسم ينتشر. الغدد لأ، الغدد دي ليها دور مناعي بتوقفه ما يحصلش أي التهاب ولا أي حاجة. بالإضافة دايما إن أول مرحلة دايما لانتشار أي ورم في الثدي هي الغدد اللي فيها المجاورة دي. عشان كده
فحص الغدد تحت القبض ده من الحاجات الأساسية المهمة جدا جدا عشان نكمل الفحص. يبقى احنا قلنا لما نيجي نفحص ثدي هنفحص ببطن الإيد، والحاجة التانية هنفحص ايه؟ هنفحص ثدي 4 أجزاء كل جزء منهم ببطن الإيد موجودين، ممنوع الفحص أبدا بأطراف الأصابع أو بين أطراف الأصابع الموجودة إن احنا نضغط الجزء اللي موجود. الحاجة المهمة جدا هو أنا إمتى أعمل فحص للثدي. كلنا عارفين طبعا أن طبيعة الثدي في الفترة أثناء البريود بيبقى فيها الثدي فيها محجر شوية، بيبقى فيه مؤلم، الفحص فيها بيبقى صعب شوية، بالإضافة إن لو في حاجة صغيرة ممكن يبقى صعب إن احنا نحسها أثناء البريود. علشان كده أفضل مدة لفحص الثدي هي الأسبوع ما بعد البريود. لازم نثبت ميعاد موجود بعد ما البريود تخلص نبدأ نعمل فيه الفحص بتاع الثدي الفترة دي الأسبوع اللي بعد البريود. غالبا الثدي بيبقى ناعم شوية، ما عادش في ألم موجود، ما عادش في كتل موجودة، فسهل قوي إن احنا كمان نحس أي كتل صغيرة أو أي حاجة موجودة. طيب احنا لما بنعمل الفحص بتاع الثدي، احنا دلوقتي هنعمل فحص للثدي، عملنا الفحص اللي موجود، الفحص احنا بندور على ايه؟ لما بنيجي ندور على في الثدي دايما بندور على 3 حاجات اساسيه. اول حاجه هل في كتله في الثدي ولا لا؟ بس احنا لازم نكون عارفين يعني ايه كتله في الثدي. كتله في الثدي يعني هي حاجه صلبه، لما مثلا حجمها لسه صغير قوي زي الفوله، او ممكن حجمها اكبر شويه زي الليمونه، او حجمها اكبر لو احنا مهملين الوضع جدا تبقى اكبر من كده بكتير. لكن الفحص العادي اي ست ممكن تفحص، لو جت تفحص فحص مش طبيعي ممكن تحس حاجات ناشفه شويه، لكن هي مش كتله. الكتله معناها كتله حاجه صغيره اقدر احس الاطراف بتاعها كامله، فده معناها ان في كتله موجوده في الثدي. ده بالنسبه للكتله اللي موجوده في الثدي. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي احنا ممكن نكتشفها اثناء الفحص الذاتي للثدي ان هي افرازات من الثدي. افرازات الثدي دي ليها اسباب كتيره جدا، بس اخطرها دايما هي الافرازات المدممه. افرازات مدممه فيها دم، معناها ان احتمال يكون في ورم غير حميل موجود بالثدي، هو بيحصل منه افرازات دمويه بتطلع من خلال القنوات اللبنيه للحلمه. لكن برضو عشان نطمن الناس، اغلب حالات اغلب الاحيان لما بيحصل فيه افرازات في السن الصغير يعني في سن الثلاثينات غالبا بتبقى بسبب ورم حميد، وفي الحاله دي برضه لازم تستأصل لان احتماليه ان هي تتحول لورم لا قدر الله غير حميد وارده بنسبه كبيره جدا. علشان كده دايما لازم نبص في افرازات ولا لا. في اسباب تانية الافرازات موجوده، ممكن يبقى لونها في صديد موجود في الثدي، ممكن احيانا يكون في لبن موجود لو في زياده في هرمون اللبن، احيانا تكون افرازات شفافه او صفراء بيجي المريض يقول لك لونها عسلي، ده اللي هو الاصفر الشفاف ده غالبا دي تبقى تليفات ثدي، دي امورها بسيطه بعد كده ومفيش اي مشكله خالص. بعض الافرازات ممكن تكون احيانا لونها بني او اخضر مع تليفات وتكيسات الثدي. الحاجات دي كلها حسب كل نوع من الافرازات بنعمل الفحوصات وبنحدد هل احنا محتاجين علاج ولا محتاجين جراحه. يبقى احنا اتكلمنا ازاي هنعمل الفحص، عرفنا اتكلمنا ازاي ايه هي المناطق بتاعنا اللي هنعملها الفحص الموجوده، بندور على ايه؟ بندور اول حاجه على كتل، تاني حاجه بندور على افرازات، تالت حاجه بندور عليها هل في تغير في شكل الحلمه والجلد ولا لا. في ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها ان شكل الجلد يعمل زي شكل قشره البرتقانه، فيبدا يحصل في الحلمه تدخل للداخل، الجلد لون حصل فيه تغيرات موجوده. يعني احنا بنقول دايما طبعا ما بنحبش ان احنا نيجي في مراحل زي المراحل دي، لان دي معناها ان الورم ده حجمه كبير وان احنا اتاخرنا كتير ان احنا يوصل فيه حجم موجود بالمنظر ده، مع ان احنا كان عندنا كتله واهملناها لغايه ما بدا يحصل فيه انسداد في السائل الليمفاوي، فبدا يحصل فيه تورم في الثدي مع تغير شكل الحلمه مع دخول الحلمه للداخل، كل الحاجات اللي موجوده دي علامات متاخره. دي العلامه الثالثه المهمه جدا. يبقى التغير الاول كتله في الثدي، افرازات دمويه، الحاجه الثالثه ان تغير في شكل الحلمه او دخول الحلمه للداخل او الجلد يعمل زي قشره البرتقال. الحاجه برضو المهمه اللي بنحب ننوه ليها ان دخول الحلمه للداخل مش دايما ده علامه اورام، احنا بندور على الدخول اللي لسه الحديث. يعني ايه الحديث؟ الحديث يعني لسه حصل شهر شهرين 3 شهور، لكن في بعض البنات ممكن يحصل فيه دخول للحلمه للداخل بيحصل من فتره البلوغ، احيانا احيانا ممكن يحصل من فتره الرضاعه، حصل في الرضاعه حصل موجود ده، احيانا ممكن يبقى فيه التهاب مزمن موجود في القنوات اللبنيه فشادد الحلمه للداخل خلال فتره طويله
هي دي ممكن الاسباب التانية. فاحنا بيهمنا جدا جدا لو احنا بنتابع كل شهر هنلقط لو في اي تغيير موجود في الفترة القريبة جدا في شكل الحلمة او دخول الحلمة للداخل في الوقت الحالي. يبقى عرفنا خلاص احنا الشكل التاني، هنفكر الناس اللي مكانتش موجودة معانا ان الفحص الثدي عندنا احنا بنقسمه 4 اجزاء، 4 مربعات زي رغيف العيش بالظبط. كل جزء بطن الايد في مضغ هنفحص كل جزء منهم، ده 4 اجزاء، والجزء الخامس عند جزء منطقة الحلمة والهالة السمراء، والجزء السادس عند الغدد الليمفاوية تحت الابيض. لازم تحط ايدك تحت باطك وتحس كويس قوي مضغ، وانت ضمها على السد على الصدر من جوه، مضغ جهة الدراع، مضغ في العمق بتاع الغدد الليمفاوية. الحاجات دي لو حسيت اي حاجة لازم على طول توجه للطبيب. في بعض الاحيان ممكن يظهر الورم مبدئيا من تحت الابيض من غير ما يكون في كتله موجوده في الثدي، ده في نسبه 5% من اورام الثدي تقريبا ممكن يحصل ان الورم يظهر تحت الابيض الاول. لكن اغلب الاحيان لما بيحصل فيه ورم موجود تحت الابيض غالبا بيبقى موجود اساسا في الثدي قبله. دي النقطه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها واللي هي المهمه جدا، ازاي هنعمل فحص ذاتي. طيب هي مين المفروض تعمل فحص ذاتي؟ انا ست عندها 35 سنة، هل المفروض ان انا اعمل فحص ذاتي ولا لا؟ ولا الست اللي عندها 40 سنة ولا 60 سنة؟ كل الستات من اول سن 20 سنة المفروض يعملوا فحص للثدي. فحص للثدي ده بنعمل فحص ذاتي، ولما بنوصل لسن 40 سنة المفروض نعمل اشعة ماموجرام على الثدي. اشعة الماموجرام على الثدي هتلاقوها في فيديو من الفيديوهات التانية على القناة بتاعنا، مشروع طريقتها بتتعمل ازاي. دي بتقدر تكتشف لو لسه الورم في مراحل صغيرة، لسه نقط صغيرة، كالسيوم بسيطة قوي، خاصة لو في تاريخ مرضي في العيلة بقى لازم نعمله بعد سن 40 عشان نطمن مفيش اي مشاكل موجودة في الثدي. ده بالنسبة للناس المعرضة بنسبة كبيرة لحدوث اورام. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها مهمة جدا، ناس كتير جدا بتشتكي من الام موجودة في الثدي. الالم دي بتبقى متكررة، لاما اثناء البرد بتبقى الام شديدة جدا، او ممكن تكون متقطعة اثناء الشهر، او ممكن متواصلة اثناء الشهر كله. الالام طبعا من غير اي كتلة هي دي اللي بنتكلم عليها، لكن لو هي الالم اللي موجود في الثدي في كتلة ورم موجودة احنا بننسى الوجع خالص، بنقعد ندور على سبب الكتلة اللي موجودة في الاول، لان الكتل هي دي اكتر حاجة ممكن تقول ان في ورم. لكن الم في الثدي بدون اي كتل غالبا دي حاجة حميدة، ودي حاجة بتطمننا جدا ان معظم 85% من الام الثدي هي مرتبطة باسباب حميدة في الثدي، اللي ممكن يكون اشهر حاجه فيها تليفات الثدي، او ممكن يكون السبب بسبب التهابات في الثدي موجوده. هما دولت اكتر سببين. الحاجه الكتيره جدا اللي احنا كتير جدا 90% من الستات ممكن يمروا بيها اللي هي الالام المتفرقه اثناء الدوره الشهريه، ممكن تحصل بسبب اضطراب في الهرمونات. اضطراب الهرمونات ده ممكن يعمل حاجه اسمها تليفات ثدي. يعني ايه تليفات الثدي اللي احنا بنشتكي منها؟ الثدي عندنا عشان نكون عارفين تكوينه، الثدي بالمنظر دوت بيبقى مكون من زي البرتقانة بالظبط من 15 ل 20 فص، كل فص فيهم عبارة عن وحدة من دي. الفصوص دي عبارة عن غدد لبنية وبتنتهي بالآخر بقنوات لبنية عشان تنتهي عند الحلمة. أثناء الرضاعة ممكن بيحصل الغدد بتفرز اللبن اللي موجود وتمشي مع القنوات اللبنية لغاية إفراز اللبن من الحلمة. لما بيحصل فيه لخبطة هرمونات موجودة بيبدأ يحصل فيه ترسيب زي نسيج ليفي، ده بيبقى عامل بالظبط شبه الاسمنت، زي ما بتخش اسمنت بين الغدد اللي موجوده. نسيج ليفي اللي هو النقط اللي موجوده دي بيحصل فيها بتخلي الثدي محجر شويه، بتخلي فيه الم موجوده. لو احنا اهملنا العلاج بتاعها بيبدا في الغدد اللبنيه كمان بيحصل فيها تغير في البطانه بتاع الغدد اللبنيه، بيحصل فيها زياده في السمك وتغير في التكوين بتاعها، فتبدا تعمل افرازات موجوده. الافرازات دي بتطلع من الحلمه اللي موجوده. في بعض الاحيان ممكن التليف لو جمع في مكان معين جزء صغير قوي ممكن يعمل كتلة بتشبه كتلة الورم، وده في بعض الأحيان بيلخبطنا هل هو ده ورم ولا هل ده تليفات. لكن في نقطة مهمة جدا، علشان في ناس كتير بتيجي تشتكي ان بيحصل فيه مشكلة، ان واحدة اشتكت من ألام بالثدي فراحت للدكتور، ممكن يكون غير متخصص او ممكن تكون خبرته قليلة شوية، يقول لها لا ده احنا لازم ناخد عينة او لازم نلجأ للجراحة. مفيش حاجة اسمها يا جماعة تليفات ثدي نروح نعملها جراحة، إلا إذا كان فيها كتلة محددة في مكان معين وكتلة صلبة موجودة وشاكين في الأشعة إن فيها نسبة أورام فبنضطر ناخد عينة منها.
لكن ما فيش حاجه اسمها اشعه تقول لي ان دي فايبر ادينوزز او تليفات ثدي ونروح نقول لا ده محتاجين جراحه. كتير جدا جدا بتحصل مشاكل من دي، المريض بيروح يعمل الجراحه، بعد ما بيعمل الجراحه بيرجع تاني يشتكي ويقعد يلف تاني، انا تعبان انا عملت جراحه ما اتحسنتش، والدكتور يقول له اعمل لك ايه، ما هي المشاكل اللي هي الموجوده عندك. لا طبعا التليفات دي حاجه عامه على جميع الغدد الموجوده في الثدي، ومش في جهه واحده بس، ممكن تكون موجوده في الجهتين كمان. التدخل الجراحي علشان نشيل القنوات اللبنيه مش هيحل الموضوع، الموضوع هو مرتبط اكتر بموضوع اضطراب هرمونات من عند بعض الاسباب اللي ممكن عامله اضطراب، زي حبوبنا الحمل، في بعض المأكولات والمشروبات المنبهات بتبقى ممنوعه جدا، بتزود الالام اللي موجوده بسبب هرمونات المخ في الفتره دي. فالتدخل الجراحي لحاجه اسمها تليفات ثدي ده ممنوع تماما، ولازم نفرق بين نوعين، بين نوع حاجه اسمها تليفات ثدي لا فايبر ادينوزز، وبين الورم الليفي بالثدي. الورم الليفي بالثدي ده حاجه حميده، ورم مقفول في مكان معين، تبقى كتله صلبه زي ما قلنا، ممكن تبقى زي الفوله، ممكن تبقى زي الليمونه، ممكن تبقى اكبر من كده. ده لازم نفرق بين ده وبين ده، ان ده مش موجود. فموضوع تليفات الثدي ان احنا نلجا لتدخل جراحي لا. طيب التعليمات ايه لما يكون في حد بيجيله الام كتيره في الثدي خلال فتره الدوره الشهريه؟ اول حاجه بالنسبه للاكل ممنوع الكافيين، كافيين شاي، قهوه، شوكولاته، نسكافيه، كوفي ميكس، بيبسي، كاكولا، كل ده ممنوع تماما. الحاجه الثانيه، الحاجات اللي ممكن تزود احتباس الميه والملح في الجسم زي الملح الزايد، مخلل في الفسيخ رنجة، ممنوع تماما. الدهون والسمين ممنوع تماما. وبعد كده نلجا لبعض العلاجات، العلاج بتاع تليفات ملوش اي دور في الجراحه خالص، احنا غالبا بنحتاج بعض العلاجات ممكن تطول شويه من 3 ل 9 شهور علشان تجيب نتيجه معانا. ده بالنسبه لموضوع الالام اللي في الثدي، ودي حلها بسيطه، واحنا بننبه بس ان هي التدخل الجراحي ملوش اي قيمه خالص. الحاجه الثانيه المهمه، انا فحص الثدي يا دكتور دلوقتي، عملت الفحص الذاتي، انا عندي الام خلاص، نسينا الالام، انا طلع في عندي كتله موجوده في الثدي، هل الكتله دي معناها ان في ورم خبيث؟ لا طبعا، احنا مبدئيا بنطمن ان معظم اسباب الكتل اللي موجوده في الثدي ليها اسباب كتيره جدا حميده، يمكن هي بتقلقنا اكتر لما تظهر في السن بعد الـ40 او بعد الـ50 سنه، نسبه احتماليه وجود ورم غير حميد او ورم خبيث ممكن تبقى اعلى شويه. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الكتل في الثدي عندنا؟ احنا لما نيجي ندور على الكتل اللي موجوده في الثدي هنلاقي في عندنا اشهر انواع من الكتل موجوده. اول حاجه اللي هي ممكن تيجي في البنات الصغيره اللي في سن 15 ل 25 سنه، حاجه اسمها الورم الليفي. الورم الليفي ده حاجه بتبقى موجوده بكبسوله مقفوله، حته اللي بنسميها لوفه او فارس ثدي، ده حاجه من الحاجات الحميده جدا، منتشره جدا جدا، كل 10 بنات بيعدي منهم 5 أو 6 بالحاجات الحميده في السن الصغير ده، وغالبا دي حلها جراحي او متابعه. جراحي امتى؟ جراحي لما بيكون حجمها كبير، بدأ عمال بيتغير في الحجم بسرعة، أو موجودة في سن مش طبيعي. احنا بنقول ان سن الطبيعي بتاع الأورام اللي فيها بالثدي من 15 ل 25 سنة، لأن ده بيبقى مرتبط شوية بالتغيرات أو النمو والبلوغ بتاع الثدي عشان توصل لمرحلة أنسة وتتجهز كأم الثدي للرضاعة. لكن افتراضا ان في ورم ليفي جه، لقينا في أشعة والأشعة دي ظهر فيها ورم ليفي، وبس سن المريضة 50 سنة أو حاجة و40 سنة، في الوقت ده احنا بنقول ده سن غير طبيعي، احتمالية وجود ورم لا قدر الله غير حميد عالية جدا، واحتمال يكون في بعض الأحيان معانا مع الفحص، واحتمال مع السونار الأشعة ما تكونش مظبوطة. عشان كده في الوقت ده لازم نلجأ ان احنا ناخد عينة او ان احنا نستأصلها مع تحليل أسنان الجراحة لو احنا قلقانين منها من حدوث أوضاع. يبقى أول حاجة من الكتل الموجودة اللي هو الورم الليفي الحميد، دي كتلة موجودة في الثدي غالبا أول ما تخش البنت العيادة، البنت صغيرة عندها 20 سنة عند الدكتور عندها كتلة في الثدي 98% فايبر ادينوما. طبعا في الوقت الحالي يعني لا يستبعد وجود أورام خبيثة في سن صغير، لكن نسبتها أقل بكتير من اللي موجودة. الحاجة التانية اللي ممكن تعمل كتل موجودة في الثدي، التجمع الصديدي أو الخراج اللي موجود في الثدي. التجمع الصديدي اللي موجود في الثدي معظم اسبابه لما بيحصل بتيجي بنت موجوده في سن العشرينات لسه بتمر بمرحله الرضاعه، بيبدا يحصل فيه ان الطفل ما رضعش كويس في يوم من الايام، او حصل فيه تجمع وتكتل للثدي فبدا يحصل فيه نشاط للبكتيريا جواه فعمل خراج او صديد. ده اغلب الاحيان اللي بيحصل ساعه ما تيجي داخله العياده بنت داخله بترضع عشان الطفل على ديها، دكتور صدري بيوجعني جدا، ناتش جامد جدا جدا، مش عارفه انام بالليل،
عمل كتلة زادت في الحجم اللي موجود، أول حاجة بنفكر على طول إن ده خضاج أو بريست أبسس، وده غالبا بنلجأ لو هو لسه معملش صديد إن هي جلاكتوسيل بنسحبه. لو هو بقى أبسس خلاص ممكن يحتاج إن هو يتفتح، في بعض الأحيان قليلة جدا ممكن يتشفط والخضاج ده يعدي من غير مشاكل. السبب الثالث للكتل اللي ممكن تبقى موجودة بالسد تكيسات السد اللي هي فايبروسيستيك ديزيز وزابريست، دي حاجات أكياس زي ما قلنا تليفات لما بيهمل علاجها بيبدأ الغدد لما تعمل حاجة اسمها أكياس مية في السد، وتكيسات السد دي علاجها ما هوش علاج جراحي فعلا، هو بنسحب الكيس ده مضى واتنين غالبا بيختفي تاني مع العلاج، ممكن يحصل تكراره في أماكن تانية مفيش أي مشكلة خالص. التليفات وتكيسات السد مش من الحاجات اللي هي ممكن تخوفنا إن هي احتمالية وجود أورام، ولا هي علامة أورام، ولا هي بتتكرر أساسا حدوثها قبل حدوث الأورام. ودي زي ما قلنا علاجها بيطول شوية، ممكن يوصل لتسع شهور، أكياس كبيرة بتتسحب، أكياس صغيرة بناخد علاج وخلاص، وبنتابعها بالسونار كل فترة معينة. الحاجة الأخيرة المهمة جدا جدا اللي هي من تكتلات سدي اللي احنا بنخاف منها ان يطلع فيه كتلة ورم، وهي بتطلع متبقاش زي الورم الحميد دايما، الأطراف بتاعته أطراف مستوية بنقدر نحسها بتتحرك بسهولة في سن صغير، لكن لو جات الست غالبا في سن بعد 40 سنة وبعد سن 50 سنة فيها كتلة موجودة في السد احنا غالبا بنشك احتمالية وجود أورام ولازم نلجأ على طول لعينة بالإبرة، أو لو هي صغيرة شوية مش عارفين ناخد منها عينة بنلجأ لتحليل أثناء الجراحة. زي ما احنا شايفينها بتبقى كتلة موجودة اللي هي أطراف زي الأصابع بتبقى بتحاول تنتشر في الأنسجة اللي حواليها، بعض الأحيان لو أهملناها ممكن تبدأ تخش في الأوعية الدموية وتنتشر تروح للكبد أو للرئة أو تروح للعظم ويبقى ورم منتشر. عشان كده هو ده دور الكشف المبكر إن احنا نكتشف كتل أو أورام زي دي. كل حاجة من دي ليها علاج بسيط جدا لو اكتشفت في الأول. معظم أسباب الكتل اللي موجودة في السد غالبا حميدة، لكن طبعا لو تأخرنا لا قدر الله لو كان في ورم غير حميد وتأخرنا في تشخيصه بيبدأ نخش في مراحل تانية خالص مختلفة بتزود مشاكلنا بالنسبة لزيادة العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو إن الورم ما يكونوش أصلا تدخل جراحي اللي هو منتشر. علشان كده إحنا بنوجه إن أهم نقطة معانا النهاردة بنتكلم عليها إن الكشف المبكر حاجة مهمة جدا. الكشف المبكر ده معناه ان احنا ممكن مجرد حتى لو لا قدر الله لسه حاجة صغيرة ظاهرة معانا في الأشعة ممكن نستئصالها بحزام أمان أو تنظيف الغدد الليمفاوي يبقى كافي ليها، ممكن نوفر عليها علاج كيماوي إشعاعي، ممكن نوفر عليها استئصال السد. علشان كده لازم نهتم بالموضوع ده. أنا برضو معاكم لو في أي استفسارات، لو حد عايز يسأل عن أي استفسار ممكن الكومنتات هراجعها لو في حد عايز يسأل. معانا سؤال انا مش شايف كل اسئلة، في حد بيقول لو في دايليتد فين في الاريولا حواليها كلها في ناحية واحدة يبقى ده ايه يا دكتور وايه الفرق بين النورمال تيشو والكتل؟ هو طبعا دايليتد فين موجود في البريست ده ممكن يكون بيحصل في حاجات معينة. اول حاجة مع الحمل والرضاعة بيحصل فيه دايليتد فينز فعلا، بيبدأ نشوف فيه الأوردة اللي موجودة بتاع الثدي ظاهرة في فترة الحمل والرضاعة، ده طبعا عشان الثدي بيبدأ يتجهز عشان موضوع الرضاعة وزيادة الإفراز ده موجود، ده سبب من الأسباب. السبب التاني إن هيبقى فيه التهاب موجود في الثدي بيزود الدموية بتاع الثدي، فممكن نلاقي الأوعية الدموية ظاهرة شوية. في بعض الأحيان في الأورام لما الأورام يبقى حجمها كبير شوية بيزود النيوفاسكولاريزيشن أو بيزود الدموية بتاع الثدي، وده غالبا بتلاقي فيها كتل موجودة معاه. دايليتد فين لوحده من غير اي كتله موجوده في السد لا طبعا ده مش علامه حدوث اورام خالص، ده ممكن يكون علامه حدوث التهاب او ممكن يكون حاجه طبيعيه جدا حاصله مع الحمل او الرضاعه ما فيش منها اي مشاكل خالص. ده غير الحاجه الثانيه اللي هي المهمه ان ممكن يبقى فيه وريد احنا حاسين دايليتد فعلا موجود لكن هو لقيناه صلب ناشف، ده بيبقى حصل فيه ثرومبو سوبرفيشال ثرومبو فلوبايتس او لا تجلط سطحي في الاورده اللي موجوده حوالين الحلمه، ودي شوية علاج وبتتحل كلها مش علامة برضو أي أورام ما دام مفيش كتل موجودة في السد. الحاجة التانية إيه الفرق بين النورمال تيشو والكتل؟ النورمال تيشو اللي موجود دايما زي ما احنا بنقول احنا ممكن نيجي نحس السد لو جينا نحسه بأطراف الأصابع هنحس إن هي السد محبب أو محجر أو عامل زي ورق شجر أو عنقودي، عنقودي ده كلها اسمها تليفات سد، أو ممكن أحيانا بعض الأحيان يكون نسيج ساعتي الغدد اللبنية واضحة شوية محسوسة.
لكن الكتل لازم نحس حاجة صلبة، حاجة ناشفة، يعني زي ما امسكي فولة في ايدك هتحسيها ناشفة قوي. هي برضو كتل الساعد بتبقى ناشفة بالمنظر اللي موجود دوت. في بعض الأحيان ممكن تبقى كتل لو هي فيها أكياس مية تبقى طرية شوية، بس حتى أكياس المية بتتحس إنها صلبة جدا عشان بتبقى مليانة بالسائل اللي موجود جواها مضغوطة، فبتظهر إنها حاجة صلبة. السؤال اللي بعد كده، حد بيقول وأخدت علاج وما زال في إفرازات علما بأن عندها وراثة في العائلة برام خبيث. أكيد في تكملة للسؤال ده قبل كده. طيب، هو لو في إفرازات موجودة، خدت علاج وما زال في إفرازات علما عندها وراثة في العيلة، احنا قلنا طبعا مش كل الوراثة في العيلة، لأن في ورم خبيث موجود معناه ان ده حاجة وراثية. امتى نشك ان في عامل وراثي؟ العامل الوراثي لو في اكتر من فرد في العيلة، لو اللي جاله الورم في الثدي في العيلة ده سنه اقل من 40 سنة، لو الورم كان موجود عند الفرد اللي موجود في العيلة ده في الجهتين مش في جهة واحدة، لو كان الفرد المصاب ده كان رجل، يعني لو في راجل، طبعا نسبة اصابة الرجال بأورام الثدي هي اقل جدا جدا من النساء، لكن لما بيحصل احتمال كبير جدا في عامل وراثي اللي هي بالجينات اللي هي بي ار سي اي 1 وبي ار سي اي 2، ده معناها ان في عامل جيني احتمال كبير قوي يكون موجود. هي دي الحاجات اللي تقول ان في عامل وراثي نبدا نقل، لكن قلق زياده بسبب مثلا افرازات موجوده من الثدي، والافرازات دي لونها شفاف ما فيش اي كتله موجوده في الثدي، المريضه سنها صغير، ده اصلا مش علامه ان هي هيجي لها ورم خالص. افرازات الثدي من الحاجات اللي بتبقى الافرازات التكيسات من الحاجات اللي بتبقى رخمه جدا في العلاج، ممكن المريض يقعد ياخد علاج فتره طويله قوي علشان يجيب معاه نتيجه. ممكن السبب يكون في كذا سبب موجودين مع بعض، تصعف القنوات اللبنيه مع شويه تليفات موجوده، فبيخلي العلاج بتاعها ممكن يطول شويه. لكن هي عامه الافرازات الغير مدممه هي مش علامه حدوث اورام الثدي خالص. الحاجه الثانيه، مع الحمل في علاج للتليف؟ هو طبعا احنا طبعا لما بندي علاج للتليفات بنقول للمريض ان هو العلاج ده احتمال يطول من 3 ل 9 شهور، لكن لو حصل حمل غالبا هرمونات الحمل بتظبط الموضوع. تليفات الثدي ده كتير جدا، لخبطه الهرمونات اللي موجوده بتظبط فتره الحمل، عشان كده بنقول للمريض لو حصل حمل وقف العلاج، ملوش لازم تاخد العلاج خلاص. بس ده مش معناه ان انا اروح احمل عشان عليك سيد، لان ممكن تحمل وتولد وترضع، وبعد ما تخلص الرضاعه تلاقي بدأت التليفات ترجع تاني. لازم ندور على الاسباب التانية اللي ممكن تكون موجوده، زي حبوب منع الحمل، احيانا التوتر العصبي بيزود اضطراب الهرمونات، دي كلها حاجات ممكن تبقى مرتبطه بالالام وتليفات الثدي. استاذه نور بتقول، لو سمحت، انا ولدت من سنه ومن ساعتها النبلز عندي طول الوقت بتوجعني وصدري صغير وما فيش كلاكية ولا حاجة، أنا عندي غدة درقية. هو في بعض الأحيان بعد الرضاعة بيحصل فيه، طبعا إحنا أثناء الرضاعة أثناء التجهيز لمرحلة الرضاعة بيحصل فيه كبر في حجم الثدي، كبر طبيعي جدا حجم الثديين. بعد ما الرضاعة بتخلص وهرمون اللبن خلاص تنشيطه للثدي يقل، فبيبدأ حجم الثدي يصغر تاني. في بعض الأحيان الثدي ممكن يحصل فيه أتروفي، بيحصل فيه أتروفي في البوسبريس بيرجع اصغر قوي، دي حاجه برضو طبيعيه هي ملهاش علاقه بالاورام، لكن هو للاسف حلها الوحيد بالنسبه لنا هو جراحه التجميل. بالنسبه لو الحجم صغير ان احنا ممكن بيبقى زرع سيليكون، لو هو حصل فيه فرق في الحجم كبير قوي او صغر بحجم كبير قوي، لكن هي كاورام ملهاش علاقه بالاورام خالص، وحلها بالعلاج. مفيش علاج يجيب نتيجه لما البرس بيصغر. الالم بتاع الثدي طبعا ده ممكن بشويه علاج، احنا بندور، احنا اهم حاجه بنطمن بالسونار هل في اتساع في القناه اللبنيه، ولا انها بتعمل نوع من الالتهاب المزمن. الالتهاب المزمن ده بيشد الحلمه لجوه او بيخلي في الام موجوده عند الحلمه على طول، فممكن الاول بالسونار نطمن مفيش سبب تاني ورا الحلمه هو اللي عامل الالم اللي موجود ده. عندها غده درقيه؟ لا، الغده الدرقيه مش مرتبطه خالص بالمشكله بتاعت ضمور الثدي. في سؤال تاني، زياد هاني بيقول ايه اعراض وجود لبن في الثدي؟ هي اعراض وجود لبن في الثدي هي افرازات لبن من الحلمه، ده غالبا ممكن يبقى زياده هرمون اللبن. بعض الاحيان
بيبقى بسبب ورم موجود في المخ، وده اهم حاجه بنستبعدها لو في لبن موجود. لكن الافرازات التانية، في ناس ما بتعرفش تفرق بين الافرازات اللبن وبين الافرازات العاديه، ان المريضه ممكن عندها افرازات لونها شفافه موجوده او لونها بني، وتقول لك انا عندي في لبن بينزل من صدري. لا طبعا، هو لبن معناه حاجه لبن. الحاجات التانيه دي افرازات بلا اسباب تانيه كتير جدا ملهاش علاقه بهرمون اللبن، لكن هو اللبن الموجود هي بيظهر، وبناخد علاج مضاد لهرمون اللبن بيحل الموضوع كله. السؤال اللي بعد كده، انا عندي كتل في الثدي الشمال وبيبقى فيه وجع شديد قبل او بعد الدورة باسبوع، وبداية ظهورها كان بعد اخذ حقن منع الحمل. هو طبعا زي ما احنا قلنا، حبوب منع الحمل او حقن منع الحمل بيأثرهم كتير جدا جدا في اضطراب الهرمونات اللي موجودة، ويكون سبب انه يحصل فيه تليفات الثدي. هو لما جينا ندور على اسباب ان بيحصل فيه تليفات الثدي، لقينا ان ممكن يكون اضطراب في نسبه هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وده يمكن اللي بيلعب عليه حبوب منع الحمل او الحقن بتاع منع الحمل. حقن منع الحمل تبقى تاثيرها اقل شويه من حقن منع الحمل لانها بتبقى بروجستيرون، هو ده اللي بيسبب التليفات واللي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده. مش برضع، لان مات في التاسع كنت اخد دواء لتنشيف اللبن. هو غالبا هتحتاجي علاج علشان يعالج التليفات اللي موجودة. لو سمحت يا دكتور، انا والدتي فوق 40 سنة واكتشفنا عندها بؤرتين ورم خبيث في ثدي بس في الاول، والحمد لله عملت العملية واخذ الكيماوي واشعة، بس حاليا مكان الجرح متحجر وفي حبوب في الحلمة، ده ممكن شكل خطورة. هو طبعا مكان الجرح المتحجر ده ممكن يكون له 3 اسباب اساسيين. السبب الاولاني هو تاثير من علاج الاشعه، لو كانت خدت اشعه وده بيظهر على طول مباشره بعد العلاج الاشعي. او السبب الثاني بسبب تنظيف الغدد الليمفاويه تحت الابط مع الاشعه اللي موجود في عمليه السداد في الاوعيه الليمفاويه فخلاها منفوخه شويه. او السبب الثالث ان لا قدر الله يبقى في ارتجاع للورم، وديت الدكتور محتاج يشوفها لو في فعلا حبوب في الحلمه موجودة. لا دي محتاجين نشوفها عشان نطمن فعلا. احيانا لو احنا قلقنا منها ممكن ناخد منها حاجة بسيطة، عينة بسيطة، حاجة صغيرة قد العصاية، ونطمن مفيش اي حاجة موجودة فيها، مش عملية جراحية ولا حاجة، بس نبقى نطمننا ايه السبب اللي موجود. طيب، لو في افرازات صفراء مع الضغط و4 افرازات لبنية دون اي اعراض اخرى، مع العلم ان المريضة فطمت بقالها 3 سنين. احنا قلنا الافرازات الصفراء دي غالبا سبب تليفات ثدي ومحتاجة علاج، ويتبعها افرازات لبنية، غالبا هو ده اللي احنا قلنا اللي هو عامل مشترك بين فاكتور ده فايبرادينوزز، تليفات ثدي معاها اتساع في القنوات اللبنيه، بتبدا القنوات اللبنيه بدل ما يرفعها زي الانبوبه اللي يحصل لها اتساع توسع، تبدا تحوش افرازات، تعمل نوع من التهاب المزمن حواليها، نضغط عليها اللي عامله زي معجون الاسنان، دي مش افرازات لبنيه، غالبا ده اتساع قنوات لبنيه. اتساع القنوات اللبنيه ده عمليه، لكن افرازات التليفات الثدي لا، ده علاج وبتظبط كله ان شاء الله بسهوله. لو سمحت يا دكتور، عندي تليفات في الثدي وبدات اخد علاج من 7 شهور، مفيش تحسن غير بسيط جدا. لو مفيش تحسن غير بسيط جدا وبدات علاج من 7 شهور، لازم غالبا هنحتاج نغير العلاج اللي معانا. احنا بقى لنا في فيرست لاين وسكند لاين وثيرد لاين، كل فتره بنغير العلاج عشان نوصل لافضل حل ممكن. هو لو حصل وجع في صدر الدكتور قبل الدوره باسبوع اثناء الدوره وبيعمل خذلان بسيط في الدراع، ده ايه سببه؟ مفيش كتل. هي اول حاجه لو في خدلان في الدراع لازم نطمن مفيش مشكله فقرات الرقبه، ده اول حاجه. لكن هو الالم اللي بيحصل قبل الدوره باسبوع ده ممكن يبقى الم طبيعي، في بعض الاحيان لو هو زايد ناخد له بعض العلاج البسيط بيحسن الامور دي كلها ان شاء الله. هو طبيعه فحص الثدي ان يكون ملساه تمام، يكون اي تكتلات نهائيا؟ لا طبعا، احيانا بيبقى في تكتلات موجوده لانها بتختلف حسب ميعاد الدوره الشهريه. لو الفحص قبل الدوره الشهريه فيه تكتلات، بعد ما الدوره بتنتهي غالبا بيبقى نوع ملساء شويه او ناعم شويه من الحاجات اللي موجوده جواه، فمعنى التكتلات دي حاجه بتتغير مع الهرمونات. لو في اضطراب شديد ولا حاجه في الهرمونات، في الم جامد، غالبا دي تليفات الثدي اللي قلنا عليه. عندي جزء صغير في صدري مكلكع، وما بدلك بزيد تكون بتصغر الكلوكيا، واوقات يبقى فيه وجع زي مسمار في صدري، غالبا ده واضح جدا ان هي تليفات ثدي زي ما قلنا، وهي علاجها اهم حاجه نطمن. لو سن حضرتك اصغر من 35 سنه بنعمل سونار على ثدي نطمن، لو اكثر من 35 سنه بنعمل ماموجرام نطمن مفيش بدايه كتله ورم ولا اي حاجه. هي دي كل الاستفسارات اللي موجوده دلوقتي. اتمنى ان احنا نكون افدناكم النهارده بمعلومه عن اهميه الكشف المبكر. المره الجايه هنتكلم
لو حد أصيب بورم في الثدي إيه الحل الأفضل بالنسبة له، سواء حميد أو لا قدر الله خبيث، إيه أنواع الجراحات اللي موجودة اللي ممكن نعملها. شكرا جزيلا لكم، دمتم بخير، سلام عليكم.